السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. قال أعرف الناس به صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه، جل عن الشبيه والنظير والكفؤ والند والمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، عبد ربه حتى لبى داعية، وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. أرسله الله جل وعلا والناس صنفان: مغضوب عليهم جفاه، وضالون غلاه. فجاء بالدين الوسط، وحذر من الزيغ والشطط، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بعثه ربنا جل وتعالى بين يدي الساعة بالهدى ودين الحق، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله جل وعلا بإذنه، وسراجا منيرا. فختم به الرسالة، وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صمة، وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا مع أئمة الهدى على هذه الشاشة الطاهرة المباركة في هذه الساعة المباركة، أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا معهم، مع إمامنا الأكبر ونبينا الأكرم ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اسمحوا لي أن أكرر عن قصد وعمد، وأقول: لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين.
ولقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والسدود والعراقيل بين الأمة وبين ماضيها المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من جديد من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق، ودماء زاكية طاهرة لتتدفق مرة أخرى في عروق المستقبل والشباب والأجيال، وحتى لا تقبس الأمة من هذا الماضي شعلة لتوقد لها بإذن ربها من جديد شموس هذه الحياة. في الوقت الذي تعتز وتفخر فيه كل أمم الأرض بتاريخها وتتغنى بأبنائها وبطولات رجالها، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار، قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرية الأمة يا سادة ليست ذاتية ولا عرقية ولا قومية ولا عصبية، وإنما هي خيرية مستمدة من هذه الرسالة الربانية والنبوية، من إيمان الأمة بالله ورسوله، من حمل الأمة لهذه الرسالة إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال رب العالمين لسيد المرسلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد أنجبت الأمة الميمونة على طول تاريخها رجالا ونساء سيظل التاريخ إلى قيام الساعة يقف أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار. ومن الصعب جدا أن أتحدث في هذه السلسلة الكريمة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى عن كل هؤلاء الأطهار والأخيار من الرجال والنساء، لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. قد يكون من اليسير أن تقطف زهرة يتيمة في صحراء مقفرة، لكن من العسير أن تختار زهرة جميلة في حديقة الجمال والحسن التي تضم كل ألوان الزهور وتشمل كل أطياف العبير. قد يكون من اليسير أن ترفع رأسك فقط لتنظر إلى الأفق البعيد لترى نجمة تتلألأ بالنور والضياء، لكن حتما من العسير أن تحصر عدد نجوم السماء. فتعالوا بنا الليلة لنعيش مع كوكب من كواكب المجموعة النبوية، لنعيش مع نجم يتلألأ في سماء الإسلام، نجم قبس من نور النبوة. فلئن كانت شمس النبوة قد أشرقت على أرض الجزيرة خاصة وعلى الأرض كلها عامة، فلقد كان الصحابة رضوان الله عليهم النجوم التي دارت في فلك تلك الشمس وقبست من نورها، ولا زالت تلك النجوم تشرق وتتألق، بل وسوف لا تزال تشرق وتتألق لتنشر على الدنيا نورها ولتنشر على أهل الأرض شذاها وعبيرها من خلال سيرة عطرة جميلة. أقدم الليلة لشباب الأمة قدوة طيبة ومثلا يحتذى، الشباب الذي لا يخفى الآن على أحد أنه ينشأ ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، بل يعيش شبابنا الآن في بحر لجي من الفتن، يغشاه موج من الفتن، يعلوه ظلام من الفتن. إذا أخرج الولد من أولادنا من فلذات الأكباد وثمرات الفؤاد، إذا أخرج الابن يده لم يكد يراها من شدة ظلام الفتن التي تحيط بهم من كل ناحية، إذا أخرج يده لم يكد يراها
بل إذا امتدت إليه يد متوضئة طاهرة نظيفة نقية لتنتشل هذا الابن من غرق محقق في بحور الشهوات، أو لتنقذ هذا الشاب من هلاك محقق وسقوط حتمي في شباك الشبهات، إذا امتدت إليه هذه اليد الطاهرة جذبت الولد أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لأولادنا ممن لا يريدون أبدا لأجيالنا وشبابنا أن يتربى من جديد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الوقت الذي تقدم مثل هذه الفضائيات الطاهرة لشبابنا هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي، نرى الصراع شديدا في الناحية الأخرى لفضائيات نجسة لا ترقب في أولاد المسلمين إلا ولا ذمة، لا تريد البتة لشبابنا أن يخرج من هذا المستنقع الآسن العفن، مستنقع الرذيلة، مستنقع العزف على وتر الشهوات الكامنة وإثارة الغرائز الهاجعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتعالوا بنا الليلة يا شباب الأمة في أنحاء الأرض، تعالوا بنا لنقضي الليلة مع قدوة طيبة، مع مثل يحتذى، مع شاب من شباب الصحابة. اسمع وتدبر الليلة كل كلمة. أسلم في 18 من عمره. طيب دي ماشي، ما فيش فيها مشكلة، ما فيش مشكلة أن يسلم الصحابي في هذا السن المبكر. لا، خلي بالك من اللي جاية دي. وتوفي في 33 من عمره. بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ طب اسمع تاني، أنا عارف إنها صعبة قوي، صعبة. لا مش صعبة ولا حاجة. إيه الصعوبة؟ لا حضرتك مش واخد بالك، خلي بالك الصعوبة فين. أسلم في 18 من عمره وتوفي في 33 من عمره، يعني عاش 15 عاما في الإسلام. الله أكبر. فكيف استطاع إمامنا الليلة وعملاقنا الليلة وبطلنا الليلة في هذه المدة الوجيزة التي لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، كيف استطاع أن يسطر على جبين الزمان هذا المجد؟ كيف استطاع أن يسطر على صفحات التاريخ هذه السيرة العاطرة الزاكية؟ لقد كان غرة في جبين الإسلام، كان غرة في جبين الإسلام، وكان تاجا متلألئا بين الصحب الكرام، وكان تاجا متلألئا بين الصحب الكرام، وكان داعية من دعاة الحق وشعلة من مشاعل الهداية وإماما من أئمة الصدق وفقيها من أكابر الفقهاء. هذا الشاب الذي أسلم في 18 وتوفي في 33 من عمره، نعم، من هو في ليلة كريمة من الليالي الظلام دامس والصمت مخيم وخيام منا صامتة، فالمشركون في نوم عميق يغطون غطيطة، إننا في منى في موسم من مواسم الحج، إني ألمح هنالك في الظلام مجموعة كريمة وكوكبة منيرة من الأنصار الأطهار الأخيار، أراهم يتخافتون ويتهامسون ويتسللون مجموعة بعد أخرى، يخشون أن تصل أرجلهم كاملة إلى الأرض. يا إلهي، يتسللون تسلل القطا، وهو نوع من أنواع الطيور التي تعيش في الصحراء لا تشعر به، يتسللون تسلل القطا
كأنهم يسرقون الإيمان سرقة. لا لا لا، بل هم كذلك يسرقون والله الإيمان سرقة. يخافون ممن؟ من المشركين، من الأصنام القابعة هنالك بالقرب من بيت الله في مكة. فإن للأصنام كما قلت جيوشا من الغضب مستعدة لنحر كل من يسيء إليها ويعتدي عليها. فالقوم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعله أولئك من أجل آلهتهم التي يذبحون لها آلاف النياق ويقدمون لها ألوان النذور وشتى القرابين. إلى أين أيتها الكوكبة الكريمة؟ إلى أين أنتم ذاهبون أيها الأنصار؟ أيها الشباب المبارك، إلى أين؟ لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بيننا وبينه موعدا عند العقبة. لماذا؟ لنبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، لنبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. والتقوا بالحبيب المحبوب في ظلام الليل. الحوار همس والظلام مخيم والخيام ساكنة والمشركون يغطون في نوم عميق، والحبيب هنالك يغرس للتوحيد شجرة في قلب الصخور، والحبيب هنالك لا ينام الليل فلا يعرف الحبيب طعم الراحة. قم فأنذر، فقام بأبي وأمي فلم يذق طعم الراحة. المشركون ينامون وإمام التوحيد هنالك عند العقبة ينتظر كوكبة كريمة من الأنصار ليبايعهم البيعة الثانية في هذا المكان المبارك. ويتقدم الأنصار الأطهار ويقابلهم نبينا المختار. هنيئا لكم أيها الأطهار، هنيئا لكم. والحديث رواه البيهقي وابن إسحاق بطوله بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول الأنصار الأطهار: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ فيقول الحبيب: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. خلي بالك عشان تعرف انت فين من بنود البيعة دي. أيها الولد الحبيب، أيها الابن الغالي، بل أيها الوالد الكريم، بل أيها المسؤول، تدبر معي بنود البيعة واطرح البنود على نفسك الآن وسل نفسك بصدق: كم حققت من بنود هذه البيعة لتنال شرف نصرة النبي، ولتنال شرف الانتساب والانتماء إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يبلغ ما بلغ رسول الله، وحتى يكون على ذات الطريق الذي سار عليه رسول الله، وحتى يرفع الراية التي رفعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اسمع، على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. بس هو ده الوعد، ويا له من وعد. مفيش مكافآت مادية؟ لا. فيش مكافآت مالية؟ لا لا، ده فيه أذى وفيه محن وفيه ابتلاء وفيه فتن، ولا بد من الصبر على هذا الدرب. خلي بالكوا يا شباب، مش أول ما تبتلى بمحنة أو تبتلى بفتنة تتخلى عن وسام السنة والشرف، وتتخلى عن طريق الالتزام وحياة التعبد والدعوة إلى الله جل وعلا. لا،
ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا تنقص على عقبيك، بل اثبت كالجبال مع الفتن والمحن، لأنها تصف الصف وتغربل السائرين على الطريق، وتختبر الإيمان، وتجلي لكل مسلم حقيقة الإيمان لنفسه أمام نفسه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قل بالك. طب والله يا مولانا ممكن تسمعنا بنود البيعة دي تاني؟ ده احنا عاوزين نسمعها تاني وتالت، وعاوزين نعيش معاها، وياليت ربنا يبارك لنا بعد ذلك في أوقاتنا، ها، لنفرد بنود هذه البيعة بحلقة كاملة. نعم، قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وتبايعوني على النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، وتمنعوني مما تمنعون منه أزواجكم أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. صلى الله على حبيب القلب، ولكم الجنة بس. فتقدم صحابي جليل يقال له البراء بن معرور رضي الله عنه، كما في رواية كعب بن مالك وحديثه صحيح. تقدم البراء بن معرور وقال يا رسول الله اسمع، ابسط يدك نبايعك، ابسط يدك نبايعك، فوالله نحن أهل الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. فقام أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالة، أي إن بيننا وبين اليهود عهودا، وإنا قاطعوها، فهل عسى إن أظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال الحبيب الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني. يا له من شرف، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. فقام البراء بن معرور فقال أبسط يدك يا رسول الله، أي لنبايعك. فبسط الحبيب يده صلى الله عليه وسلم. أخي أختي، عيشوا المشهد بقلوبكم. أسألكم بالله، تخيلوا أنكم الآن بين هؤلاء الأطهار الأخيار، وأنتم ترون يد الحبيب المختار صلى الله عليه وآله وسلم تمتد للبيعة. هل تتقاعس؟ هل تتقاعسين يا أختاه؟ يلا يلا، مد يدك الآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاهد ربك الذي لا يموت جل جلاله على أن تعاهد الله الحي الذي لا يموت على أن تنفذ بنود هذه البيعة، وأن تصدق مع الله، وأن تصدق مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فرسول الله ما فارقنا، والله ما فارقنا إلا بجسده الطاهر، أما سنته، أما سيرته، أما هديه، أما أمره، أما نهيه، أما دينه، أما حدوده، فهي معنا، والله لا نعيش بدونها. ولا يمكن أبدا للمؤمنين الصادقين المحبين المخلصين أن يعيشوا بدونها. نعم، أبسط يدك يا رسول الله نبايعك. فمد الحبيب يده، الله، ومد الأنصار الأطهار أيديهم لتمتزج الأيدي مع القلوب مع الأرواح في مهرجان حب وولاء لله ولرسوله وللمؤمنين
وبراء من الشرك والمشركين، ما عرفت ولن تعرف الدنيا له نظيرا ولا مثيلا. لا 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 والله تسمع مني تاني، معلش اسمع مني تاني، أنا كد قلبي أن يقفز ورب الكعبة، عاوزك تعيش بقلبك، مش عاوزك تسمع بأذنك وفقط، لا بقلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنا عاوزك تعيش هناك مع النبي عليه الصلاة والسلام، عاوزك تتخيل الآن أنه الآن عليه الصلاة والسلام بيننا، يمد يده ويسأل الأنصار أن يمدوا أيديهم، فمد يدك مع أولئك الأطهار، مد يدك وافتح قلبك وسمعك وعاهد ربك على الصدق معه ومع حبيبه وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وامتزجت الأيدي مع القلوب مع الأرواح في مهرجان حب ووفاء وولاء، ما عرفت الدنيا ولن تعرف له نظيرا ولا مثيلا. أين إمامنا الليلة؟ هل نسيت إمامنا الليلة؟ لا، ما نسيت إمامنا الليلة، وما نسيت بطلنا الليلة، بل أرى يده، نعم أرى يده الصغيرة الوضيئة الكريمة من بين هذه الأيدي المتوضئة، الأيدي الطاهرة الأيدي الصادقة، تمتد هذه اليد المباركة لتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، أنظر الآن إلى وجهه، إلى وجه صاحب هذه اليد، فأرى فتى براق الثنايا، فأرى فتى كريم المحية، فأرى فتى مشرق الوجه منير الوجه منير الجبين، يأخذ الأبصار بسمته، يأخذ الأبصار بهدوئه، فإذا تكلم كأنما نور ولؤلؤ يخرج من بين ثناياه. من؟ إنه مقدام العلماء، إنه إمام الحكماء، إنه سيد الأتقياء، إنه صفوة الأولياء، إنه السهل السري، إنه السمح السخي، إنه المؤمن التقي، إنه العابد الزكي، إنه حبيب الحبيب النبي. أقولها تاني، إنه حبيب الحبيب النبي، إنه القائد البطل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. والله إن الحلق ليجف وإن قلبي ليرتعد، بل ورب الكعبة وأنا أعد لهذه الحلقة، والله شعرت بضآلة وحقارة، فأنا أمام نموذج فذ، أمام شاب يسعدني ويشرفني وأفخر، لا أقول بأن أقدمه لشباب الأمة بل لشباب العالم كله، من أصحاب الهمم العالية، من أصحاب الصدق، من أصحاب الرجولة، من أصحاب البحث عن الحق والحقيقة، من أصحاب التجرد في الوصول إلى الهدى. أفخر بأن أقدم لشباب الأرض هذا الفتى المبارك، هذا الفتى الريان، هذا الفتى الفذ، إنه معاذ بن جبل. اسمع اسمع، يقول عمر، بقول لحضرتك، عمر ابن الخطاب الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، يقول عمر: من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل. الله أكبر، والله تسمعها تاني، معاذ اللي عاش 15 سنة. ما أنا قلت لحضرتك قبل كده، ليست العبرة بالسبق ولكن العبرة بالصدق، ليست العبرة بالسبق ولكن العبرة بالصدق، فكم من سابق يلحقه ويسبقه صادق، ويسبقه صادق في 15 عاما
يرتقي معاذ هذا الرقي ويصل إلى هذا الأفق السني الوضيء. من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل واسمع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في حق معاذ بن جبل: إن معاذا كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين. اهدى، ده وصف الخليل، ده وصف الخليل إبراهيم. إن معاذا كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين، كان يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله ورسوله. اهدى اهدى يا أخوانا، اسمعوا الكلمات دي تاني من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن معاذا كان أمة، أمة ابن العشرين، ابن الخامسة والعشرين، ابن الثلاثين، كان أمة. وربما يوقظ الآن والد ولده في الثانية والعشرين، في الخامسة والعشرين من عمره لصلاة الفجر، فتقول له أمه: اتركه، لا زال صغيرا، لسه بدري، الولد تعبان. إن معاذا كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين، كان يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله ورسوله. طب ما تسمع بقى كلام النبي. أيوه، عاوزين نسمع كلام النبي في معاذ، كلام عمر وكلام ابن مسعود على العين والرأس وفي قلب القلب، لكن نريد أن نسمع كلام حبيب القلب صلى الله عليه وسلم. ماذا قال في شأن معاذ؟ قال الحبيب، اسمع، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. الشاب الصغير ده، ده معلم، ده قارئ ملقن، ده فاهم ثابت. خذوا القرآن من هذا الشاب. الصحابة يتلقون هذا الأمر النبوي: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة. يا سلام، مولى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. أسأل الله في شهر القرآن أن يرفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خذ القرآن من أربعة، من بين هؤلاء معاذ بن جبل. أنا عاوز حضرتك تفكر فيها، أنت بقالك كم سنة بتقول هحفظ القرآن، وخاطب شبابنا وأخواتنا، بقالك كم سنة بتقول هحفظ القرآن؟ حفظت قد إيه؟ كم جزءا من القرآن تحفظ عن ظهر قلب؟ بل وأنت الآن في شهر القرآن، ونحن الليلة تقريبا على مشارف النصف من هذا الشهر الكريم المبارك، كم قرأت قراءة مجردة من كتاب الله جل وعلا؟ ألم أقل لكم: شتان شتان بين نور السهى وشمس الضحى، وبين الثرى والثريا، وبين الأرض وكواكب الجوزاء. ثم بعد ذلك تطاول متطاول ويقول في حق هؤلاء السادة: نحن رجال وهم رجال. أي رجولة هذه التي تتحدث عنها؟ وقد ابتعدنا كثيرا كثيرا عن سيرتهم ودربهم وأخلاقهم وعطائهم وتضحيتهم وبذلهم لدين ربهم ولسنة حبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. إن كنت تقصد هم رجال أدوا ما عليهم لله جل وعلا ويجب علينا أن نؤدي ما علينا لأننا كذلك رجال،
فهذا على العين والرأس، هم رجال ونحن رجال، أدوا ما عليهم ويجب علينا أن نؤدي ما علينا. أما إن كنت تريد أن تجعل رأسك برأس معاذ فلا، لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا لن تبلغ مد واحد منهم ولا نصيفة أبدا، رضي الله عنهم. خذ القرآن من أربعة من هؤلاء معاذ بن جبل، أربعة في الصحابة من بينهم هذا الفتى المبارك، هذا الشاب المخلص الصادق معاذ بن جبل. بل ومن أعجب ما قرأت أيها الأفاضل ما رواه الإمام الترمذي وابن حبان بسند حسن، أنه صلى الله عليه وسلم قرن يوما بين هذا الشاب الصغير معاذ بن جبل وبين الخيرين الكبيرين العظيمين الجليلين الكبيرين الكريمين أبي بكر وعمر، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر بن الخطاب، نعم الرجل معاذ بن جبل. معقول الكلام ده يا ناس؟ معاذ مع أبي بكر وعمر، الشاب الصغير اللي أسلم سنه 18 سنة ومات سنه 33 سنة يرتقي هذا المرتقى، نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل معاذ بن جبل. اسمعوا يا شباب الأمة، تعلموا يا شباب الأمة، نعم الرجل معاذ بن جبل مع أبي بكر وعمر. بل ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي أحمد في مسنده والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة في مصنفه وصحح الحديث الحافظ ابن حجر بل والشيخ الألباني وغيرهما، أقول ذلك لأن من أهل العلم من أعل هذا الحديث أعل سنده بالإرسال ولم يحكم بالصحة إلا لمؤخرة الحديث فقط. الحديث من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. أقول صححه الحافظ ابن حجر في الفتح وصححه وغيرهما، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان، وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي، أي أعلمهم بالقضاء، وأقضاهم علي وأفرضهم زيد بن ثابت، أي أعلمهم بالفرائض، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أكررها ثلاثا، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم أبي بن كعب، وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالفقه من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل، وأعلمهم بالحرام والحلال معاذ بن جبل. ده كلام كبير، والله العظيم كلام كبير، لو تدبرناه لكادت عقولنا أن تطيش. بل من أعجب ما وقفت عليه في هذه السيرة الزاكية وهذا الذي كاد أن يخلع قلبي ورب الكعبة، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأخذ معاذا رضي الله عنه يوما من يده ويقول له: اسمع يا معاذ، والله إني لأحبك. بتقول ايه؟ انت اخطأت يا شيخ محمد، في سبق لسان اكيد حصل منك في الموقف ده، انت بتقول ان اللي بيقسم بالله النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقسم بالله انه بيحب معاذ بن جبل، ولا اصدق معاذ هو اللي بيقسم انه بيحب النبي؟ لا، خلي بالك، اللي بيقسم هو رسول الله. يا شيخ، الرسول بيقول له: يا معاذ، والله إني لأحبك. أمر يخلع القلب، أمر تتوارى أمامه كل كلمات البلاغة والبيان. هات كل البلغاء،
ليجسدوا هذا الحب وليبينوا للأمة قدر هذا القسم. رسول الله الذي يتقرب الصحابة بحبه إلى الله، رسول الله الذي جعل الله حبه من الإيمان به تبارك وتعالى، بل لا يكمل إيمانك إلا إذا كان حبك للحبيب صلى الله عليه وسلم يفوق حبك لنفسك التي بين جنبيك، فضلا عن حبك لمالك وولدك ووالدك ووالدتك والناس أجمعين. أمر عجيب، حب النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك بين جنبيك، إلى هذا الحد. أيوه، هو صلى الله عليه وسلم الذي يقسم ويقول لمعاذ بن جبل: يا معاذ، والله أنا بحبك، أنا عاوزك تعيش معاها، استحلفك بالله لو أن عالما من علمائنا الآن ممن تحبهم، عالما، لو أن عالما من علمائنا العاديين ممن تحبهم وتسعد بالنظر إلى وجوههم، لو قال لك أنا بحبك. طب ولو قال لك والله أنا بحبك؟ طب لو قال لك سيدنا علي أنا بحبك والله أحبك؟ طب لو قال لك عثمان والله أحبك؟ طب لو قال لك عمر والله أنا أحبك؟ طب لو قال لك الصديق والله إني لأحبك؟ ماذا لو قال لك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك؟ أنت سامع؟ أنت سمعة؟ تصور لو النبي اللي بيقول لك كده دلوقتي، تصور لو النبي اللي بيقول لك والله إني لأحبك، كيف يكون حالك؟ كيف يكون حال سمعك وبصرك؟ كيف يكون حال قلبك؟ كيف يكون حال جوارحك؟ الرسول يقول لمعاذ: والله، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، والله إني لأحبك. فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ووالله إني لأحبك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ووالله إني لأحبك. وأنا أقسم بالله أنا أيضا على ذلك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إنا لنحبك، والله إنا لنحبك. ونسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الحب أن يجمعنا معك في أعلى جنان الخلد، فهو بضاعتنا لا نملك غيرها، والله قصرت أعمالنا وساءت أحوالنا وكثرت ذنوبنا، لكننا بإذن الله جل وعلا نعلنها بصدق وبيقين: والله نحبك، والله إنا لنحبك يا رسول الله. يقول معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ووالله أنا أحبك، والله إني لأحبك. فيقول حبيب لحبيبه ويقول محب لمحبوبه: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله على جمال الدعاء! اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، واعلم أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الله، واعلم أنه لا قدرة لك على فعل طاعة ولا قدرة لك على اجتناب معصية إلا بحول الله وطوله وتوفيقه وقوته ومدده، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واضح أن الحالة بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ مبنية على الحب العالي قوي. شايف العلاقة بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذا الشاب الكريم المبارك الذي أغبطه، والله أغبطه من كل قلبي. واضح أن العلاقة مبنية على حب فياض وجياش وعالي قوي قوي.
إيه الكلام ده؟ تصور بلغت محبة معاذ بن جبل في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يردف النبي معاذا خلف ظهره على ظهر دابة واحدة. أنت عشت في دي؟ تصور لما تركب النهاردة في عربية خاصة مع رئيس أو ملك، أما يركبك عربيته الخاصة وياخدك من إيده كده ويركبك معاه العربية الخاصة رئيس أو ملك. تصور بقى لما الحبيب صلى الله عليه وسلم يردف معاذ رضي الله عنه خلفه على ظهر حمار واحد، يركب النبي على ظهر هذا الحمار وعلى نفس الحمار يركب خلفه معاذ بن جبل. انت عايش الموقف؟ انت عايش المشهد ده؟ ومعاذ مش غافل عن المنقبة دي ولا مضيع لهذه الكرامة، كل ما يحدث في موقف من هذه المواقف أو عن موقف من هذه المواقف لابد أن يقدم الحديث بهذا المشهد، فيقول إيه؟ قل كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار. بكفاية دي؟ خلاص، ما دي بكفاية، دي منقبة من أجل المناقب، دي شرف من أجل ألوان الشرف، دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وفي رواية بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. الله 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 الله، أنت عايش الموقف؟ يا الله، ده الواحد لما كان يذهب إلى عالم من علمائنا كده ويأذن له العالم أن يمشي إلى جواره، وبعدين ربما ينسى العالم أو يريد أن يكرم الطالب فيمد العالم يده ويضع يده في يد طالبه. أنا شخصيا ورب الكعبة حينما فعل بي ذلك بكيت من الفرح، ورب الكعبة بكيت من الفرح. فتصور أن يردف الحبيب صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل خلفه على ظهر دابة واحدة. لا ومش كده وبس، لا ده فيه حميمية وفيه قرب وفيه ود وفيه حب. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يفتح الحوار مع معاذ بن جبل، وهذا ورب الكعبة إن دل فإنما يدل على محبة رسول الله لمعاذ ومحبة حديث النبي مع معاذ. ما ممكن يكون واحد راكب معاك وانت صدرك ضيق، بلغتنا يعني في مصر أرفان، عاوز ينزل بأي شكل، لكن في واحد راكب معاك وعاوز الحوار لا ينتهي والطريق يطول، فيه أنس، فيه حميمية، فيه قرب، فيه حب، فيه ود. فالنبي بيقول له يا معاذ، الله أكبر، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، هو وراه، خلي بالك معايا، يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. يسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم يمشي ساعة، ايه الحب ده؟ وبعدين بعد ساعة كده ينادي يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، فيسكت رسول الله ثم يمشي ساعة يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. فيقول الحبيب أتدري ما حق الله على العباد؟ فيقول معاذ الله ورسوله أعلم. ما هو طالب علم مؤدب مهذب، الله ورسوله أعلم. فيمشي النبي ساعة، يقول ثم سار النبي ساعة ثم قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وفي رواية فقال معاذ أفلا أبشر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال لا تبشرهم. ليه؟ فيتكلوا، أي فيتواكلوا،
وفي رواية في الصحيحين أيضا فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثم، أي خشية أن يأثم أو أن يقع في الإثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جميل أوي كان يحتاج إلى وقفة لكن الوقت لا يتسع. ألمح الحب في هذه العلاقة الكريمة بين رسول الأمة وبين شاب من شباب الأمة وبين ابن من أبناء الأمة، ألمح حبا عجيبا. نعم، يذهب إليه معاذ ليقول له، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وغيرهم بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، بيقول له إيه؟ بيقول له يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. يا الله، هل سألت أيها الشاب الحبيب هذا السؤال لعالم من علمائك من قبل؟ هل تعرفت على الفارق بيننا وبين معاذ؟ لن يضيع معاذ هذه الفرصة، عاوز يعرف الطريق، يريد أن يتعرف على طريق النجاة. فين طريق النجاة؟ يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي المختار لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسره علينا يا رب العالمين. الله 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 الله، إيه السعادة دي وإيه العظمة دي؟ والله العظيم معاذ بن جبل عملاق لا يستطيع أديب على وجه الأرض من علمائنا أن يتحدث ليبين للأمة مكانة هذا الشاب في قلب رسول الأمة، في قلب رسول الأمة. يا رسول الله أخبرني عن عمل، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي المختار لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. طب تعلم بقى. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه الأركان، هذه الفرائض، هذه الأعمال التي تدخلك الجنة وتباعدك عن النار. هذه هي الأصول، هذه هي الثوابت، تمسك بها لتسعد في الدنيا والآخرة. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. خلاص الحمد لله كده، خلاص كفاية كده. لا ايه الحديث ما انتهاش. طب معاذ رضي الله عنه سأل عن هذا فقط. مش بقول لك النبي بيحب معاذ رضي الله عنه، النبي هو اللي بيتكلم. انا عاوزك تعيش الكلام ده. النبي هو اللي بيتكلم، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيفتح مادة للحوار. خلاص معاذ سأل النبي المختار عن عمل يدخله الجنة ويبعده من النار، فأجابه النبي المختار والإجابة وافية. لكن الحبيبة يقول لمعاذ يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الله أكبر، أقول كذا ناس؟ والله العظيم أنا قلبي ورب الكعبة قد يقفز، والله يكاد قلبي أن يقفز. بيقول له ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال بلى يا رسول الله. قال بلى يا رسول الله، اسمع، قال الصوم جنة. النبي اللي بيقول لمعاذ بقى الصوم جنة أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، أي وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. اسمع تاني، النبي بيقول لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة
كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل أي تطفئ الخطيئة كذلك كما يطفئ الماء النار. ثم تلا النبي المختار قول العزيز الغفار: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب الحمد لله كده كفاية قوي، جزى الله الحبيب عن معاذ خيرة، انتهى الحديث؟ لا لا مش ممكن. اوعى تقول كمان المرة دي ان معاذ ما سألش والنبي هو اللي بيقول. ايوة النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول، هو اللي بيفتح بابا ثالثا من أبواب الحديث مع حبيب قلبه معاذ بن جبل. معقول الكلام ده؟ إيه ورب الكعبة، بعد ما قال له ألا أدلك على أبواب الخير بيقول له يا معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. إيه ده؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. جزاك الله عن معاذ خيرا يا رسول الله، والله لقد وفيت وأتممت وأكملت. انتهى الحديث؟ لا لا مش ممكن. اوعى تقول للنبي يفتح الحديث مرة رابعة من غير ما معاذ يسأله. هو كذلك، معقول الحب ده؟ النبي اللي بيفتح الحديث للمرة الرابعة مع معاذ بن جبل قبل أن يسأله معاذ. إيه ورب الكعبة، يقول له المصطفى في المرة الرابعة: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم قال لمعاذ: أمسك عليك هذا. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يا الله، مضى الوقت سريعا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن بسرعة بسرعة. ها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم تقبل عليه الوفود بعد غزوة تبوك في بداية العام العاشر من الهجرة، ويقبل عليه وفد أهل اليمن، ويسأل أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم دين الله تبارك وتعالى، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. معقول؟ نعم، إمام العلماء وسيد الدعاة الأتقياء وإمام الحكماء ومقدام العلماء رضي الله عنه، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليمشي إلى جوار معاذ بن جبل ليبذل له وصية من أغلى الوصايا، وليكلمه كلاما من أرق الكلمات، ليضع النبي لمعاذ ولكل الدعاة على الأرض بعد معاذ أصول المنهج الدعوي الذي يحلو للبعض الآن أن يسميه بفقه الأولويات في الدعوة إلى رب الأرض والسماوات، ولا مشاحة في الاصطلاحات، لكن أود أن أقول بأن أول من أصل هذا الفقه هو نبينا صلى الله عليه وسلم. يقوم الحبيب والحديث في الصحيحين ويمشي إلى جوار معاذ بن جبل ويقول له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات
في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا والله تسمعنا حديث ثاني، معلش نسمعه كمان مرة واحدة ليتعلم الذين يضيعون الأعمار والأوقات في دعوة الناس إلى فرعيات وجزئيات، وقد ضيع أولئك الناس الأصول والأركان والثوابت والكليات. هذا خلل، هذا خلل. نعم، أذكر الدعاة على وجه الأرض بأن الأصل الأول الذي يجب أن توجه الجهود كلها إليه هو التوحيد، هو العبادة. لن تنصر الأمة ولن تمكن إلا إن حققت هذا الأصل بكماله وشموله، بصفائه ونقائه، على مراد الله وعلى مراد سيد الدعاة وأول التقاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب. يا عم الشيخ محمد، بس ما تخلطش الأوراق يا سيدي. إذا كان رايح لناس أهل كتاب، فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد. بل والدعوة إلى التوحيد لابد أن تكون البداية لأهل الكتاب ولغير أهل الكتاب. ما دليلك؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. إيه الجمال ده؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الآية: آمنوا بالله ورسوله، ليظل الإيمان عقيدة حية في القلوب، راسخة في الضمائر، عاملة في واقعهم، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. آمنوا، حققوا الإيمان وجددوا الإيمان في آن. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا معتقد أهل السنة من أهل الحق. ختم الله لي ولكم بالحق، إنه على كل شيء قدير. يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وكلاهما صحيح. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليودع معاذ رضي الله عنه بكلمات الوداع: بأبي وأمي وروحي. لا ينطق عن الهوى. نعم، يخبر النبي معاذا أنه الوداع، وأن هذا اللقاء هو اللقاء الأخير. إي والله، يقترب النبي من معاذ ويقول له: يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. والحديث رواه أحمد ورجاله كلهم ثقات. يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. ومسافر إلى اليمن، وقال له خلاص، هذه نظرة الوداع: عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري، وأرجو أنت أن تتخيل حال معاذ وحبيب قلبه يخبره بأنه اللقاء الأخير، وبأنه الوداع، وبأن رسول الله سيفارق الحياة وسيفارق الدنيا. وبالفعل يرجع معاذ بن جبل، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم قد قبض،
ويدخل معاذ رضي الله عنه ليسلم على النبي في قبره، وبالأمس كان الحبيب يودعه بنفسه، ويبكي معاذ بن جبل ولا يطيق أن يعيش في المدينة دون أن تكتحل عيناه برؤية حبيب قلبه رسول الله الذي أحبه معاذ من كل قلبه، كما أحبه الحبيب المصطفى هو الآخر من كل قلبه. ويستأذن معاذ بن جبل خليفة رسول الله الصديق رضي الله عنه أن يسافر للجهاد في سبيل الله إلى جبهة الشام أو إلى جند الشام، ويأذن له الصديق رضي الله عنه، وهنالك يتولى القيادة العامة بعد موت أبي عبيدة، ثم يصاب هو الآخر بالطاعون، وينام معاذ على فراش الموت. وفي الليل يقول لأصحابه بعدما أحس أن الأجل قد انتهى وأن الموت قد حان، فيقول لأصحابه: انظروا هل أصبح الصباح؟ فنظر بعضهم ثم قال له: لا بعد، لم يصبح الصباح. فسكت قليلا ثم قال: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد، ماذا تريد؟ فبكى معاذ بن جبل وقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. معاذ خايف من النار. يقول ابن جبل حبيبنا: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال: مرحبا بالموت مرحبا، مرحبا بالموت مرحبا، اللهم إنك تعلم. قال معاذ: اللهم إنك تعلم أني لم أرد الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات. اللهم إنك تعلم أني لم أرد الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. ثم بكى وقال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. ثم ظل يردد كلمة الشهادة وفاضت روحه إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، رضي الله عن معاذ بن جبل، وصلى الله وسلم وبارك على أستاذه ومعلمه. وأسأل الله جل وعلا بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا أن يجمعنا معهم بحبيبنا في أعلى جنان الخلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.